وسهلا بكم مشاهدي قناة شوف ليف. مرحبا بكم مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء طبق طريق ولاد زيان. كما كتشوفوا معنا طريق ولاد زيان تعطلات في الأشغال ديال الطرام حتى ولات واحد محوى أفارقة جنوب الصحراء، وهاجي أفارقة جنوب الصحراء مرتع المجردين. اليوم كانت الشتا، غادي يكون غيكثرو الخيام بزاف على حساب الشتا. هانتوما كتشوفو معانا واحد المنظر كارثي، صحيح صحيح باش تعيدو لنا ولو دايرين حتى قوام ديال البيع والشراء. السبب ديال هادشي هو التأخر ديال الأشغال، حتى وهي كتعطل وكيوقع حالة المسائل هادي. شكرا لكم مشاهدي قناة شوف ليف.